ماشي. تليفون تليفون لا مباشر بس تليفون كان مباشر اسمعوا المتابعين على بركة الله. أسأل الله أوقاتكم متابعين متابعة قناة شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة القناطرة، ومعنا هذا الشاب اللي فكر أنه يدير لايف ريزو دوميسيل اللي غادي نعرفوا مجموعة الحويجات باش كينصح الشباب ومجموعة الحويجات والاحتياجات ديالو اللي باقا خاصو كيف ما قال من والو. الحمد لله حاولت انني نكون راسي وانني نعمل هاد المهنه هذه ونمشي بشويه نتقاتل معها حتى ربي يسهل ويعرفوني من الناس ديال القنيطره وانا واحد ديال القنيطره. غنسمعوا ما عند هذا الشاب. السلام عليكم سيدي، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. السلام عليكم. اولا قدم نفسك. سميتي محمد بكريم. سميتي محمد بكريم. تقدمت بهذا الموضوع من مدينة القنيطرة. كيفاش جاتك الفكرة ديال انك دير هذا المشروع ديالك اللي هو اسمح لي اللي هو انك واحد الموتور ودير فيه هذا السميقة وانك عاودنا؟ جاتني كفكرة، فكرت بلي انني ندير ريزون ونتحرك ونزيد معايا الناس زعما وندير شركه زوينه، حيتاش قلت لك فكرت بلاش ندير هاد لا ليفريزون كشركه ليا انايا ونفرق الناس القنيطره، وبغيت الناس يثقوا فيا وها النمره ديالي على حسب ليفريزون. قبل ما نوصل للمباراه قبل ما نوصل مجموعه الحويجات بغيت ندير بينا سي داك الناس ياك بلاتي سي داك. بغيت نسولك اول حاجه شحال شتي الموتور وكيفاش شحال تلقى معاك هذا المشروع هذا باش كتنصح الشباب؟ عاود لنا بزاف الحوايج عندك ما يتقال، راه عارفين انت كيف ما قلتي لي قبيله انا ما عنديش مع الكاميرا ولكن غادي نتوكل على الله. وصلتوني ياك مرحبا. تنصح الشباب باش زعما يديروا شي حاجه اللي ترجع عليهم مزيانه، مثلا كفكره صغيره انت ديرها بحال الموطور هكا ودير لها ليفريزون تفرق على الناس. ماشي ضروري انك تخدم مع بنادم في شركات لا عاديه، لا داعيه للاسم الشركات. وتخدم على راسك وتشوف راه فيه مدخول زوين شويه زوين، غير هو خصك الصبر، غادي تضحي ضروري في الاول باش الناس يتعرفوا عليك والناس يعرفوك بلي راك معقول. وتالي سناك تالي في اي حاجه يعني في الفرماسيا. دابا يلاه بديت بشي جوج سيمانات دابا. كيف داير الخدمه ديالكم؟ عاودنا على الطبيعه الخدمه. الحمد لله دابا حنا كنبارطاجيو مع الناس اللي كنعرفو. نعم اييه كنبارطاجيو مع الناس اللي كنعرفو. ايوا هذا هو الاول. عاد داكشي اللي ديك الناس الاخرين مازال ما كيعرفوكش، حيت الناس صعيب شويه في هاد لا ليفريزون باش يثقوا فيك الناس. الناس اللي كنعرفو مثلا بحال الناس ديال التليفونات بحال الناس، حيت حنايا تنقدروا نهزو حتى التليفونات نوصلوهم لبلاصه اخرى على حساب المعرفه وعلى حساب الثقه. فلوس كتصيفط فلوس في السيتيام كتصيفطو لاي حاجه، يعني خصها تكون عندك واحد الثقه مع الناس باش الناس يقدروا يثقوا فيك ويقدروا يتعاملوا معك. كيتعاملوا معك فلوس اي حاجه المسائل ديالهم ثمينه، حيتاش الثقه هادو الناس اللي كنعرف، اما الناس اللي ما كنعرفش مازال هاد لا يعني هذا هو اللي كاين. وكنبغي كتجيب لي كوموند كتجيب مثلا في الماكله في هذه مثلا شي كوموند داز ايرور مثلا شي واحد وهذه كنعرفوها مجموعه ديال المعاناه كتوقع مثلا كيعيط شي واحد السلام عليكم جيب لي كذا كذا في الاخر ملي كتجيبها له كنقولوا ما بغاهاش او كيقول لك لا سمح لي. شنو كتقول في هذه الحاله؟ في هذه الحاله ديال شي واحد المساله هذه بعدا الا فكر فيها ضروري كل حاجه كتفكر فيها. نعم. مثلا واحد كوموندر لك ما بغاهاش او كيتفلى لا حيت هو هادشي قليل لا كتقطعو في هاد المعاناه هادي لا حيت هو قليل لا كوموندي لك شي حاجه هو ما بغاهاش وديزاين كنمرشو انت عارف مسافط لك لوكاليزاسيون بلاصه فين كاين وكتشوفو قبل تتعامل معاه في شي حوايج اخرين قبل. مثلا شنو كدير معاه في هاد الحاله؟ في هاد الحاله تتحيدو ما تتعاودش تتعامل معاه ولا كوموند ماشي مشكل كذا، حيت هادشي تتسمى كوسور، هذا بروجي كيتسمى. نعم هذا بروجي كيتسمى دابا ما كتديرش شركه لا حتى شي حاجه. انا عندي مقاول ذاتي هذا هو العيش دايره انايا،
ولكن من المقاول ديالك. اييه دابا عاد تنزيد ندير لها واحد الشركه كبيره، ونزيد شويه المطار على حسب الكليون، على حسب من بعد ما تستعمل. من بعد ما تستعمل ان شاء الله. أيه. اول عندك اول مره تشوف هذه التجربه هذه اول مره؟ لا انا ديجا خدمتها، ولكن اول مره كنديرها لراسي. ها؟ اول مره كنديرها لراسي. كنتي مع ناس؟ كنت مع ناس. كنت مع الشركه اللي قبل هو عرفتي هذا الدومين، قلت انا علاش نبدا ما نديرش؟ لا حيت انا درت بزاف وبانت لي انا باش نخدم على لراسي، انا مدينه راسي ندير الدومين ديالي انا. اللي عارفه. ندير شي حاجه اللي كنعرف ليها، وتكون ما حيت انا ما عنديش الجهد ديال شي حاجه كبيره. كنت ندير شي حاجه اللي هي قريبه بسيطه، شنو درت هذه فاز الحمد لله شويه. قلت لك هذه الحمد لله شويه مزيانه. تقريبا جوج سيمانات الحمد لله. شنو تقريبا علاش نقولوا ما نحددش، ولكن تقريبا تقريبا اش نقول لك؟ المهم الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. دابا بخير كنخلي النصف ديال النهار ديالك. الحمد لله الحمد لله. واخا حيت كيف ما نعاود السؤال بواحد الطريقه اخرى اللي هو كاين مجموعه ديال المهن مثلا. ايوا فكرتي في هذه المهنه فقط اللي اختاري فيها؟ انا راه كنت خدمت في السونتر لابيل. اها. انا فاش حبست في السونتر دابيل جيت درت هذا البروجي هذا. نعم. خدمت في السونتر دابيل ولكن ما عجبنيش ترونسبور 3000 درهم ما خداماش راك عارف. نعم. وفكرت انا ندير شي حاجه لراسي وما تكلفش عليا. مازال انا يلاه بديت، ولكن هاد حكم الدومين اللي انا خدمت مع ناس فيها الحمد لله شويه البركه. شويه البركه. ولكن فيها شويه المعاناه مع الشتاء مع هذه. نعم. هذا هو اللي كاين. انا قلت لي ما كرهتش شي واحد اللي يساعدني بالابليكاسيون، عاودنا القضيه. اي ما كرهتش شي واحد زعما، لا شي واحد كيدير الابليكاسيون باش نقدر يتعامل معايا ندير الابليكاسيون ديالي انايا، علاش لا؟ وتزيد تكبر البروجي ديالك. انا بسمي لا ليفريزون ا دوميسيل بكري، يعني سميت كلمه سميت. نعم بسميه ديالك. اي سميت نعم. اها وباش نقولك انه واش بالمجنون ولا يساعد معك في الشمال المناسب؟ باش اللي بغى اللي بغى. انا ما عنديش مشكل الحمد لله. نعم. باش اللي بغى. اختاريتي هذا الشكل هذا، اختاريتي هذا الديزاين هذا. خضريت هذا الديزاين هذا شو انت؟ دير فيه لي كارت فيزيت نيت ديالي، عاد مخرج وحده كتفيه لي نوم ديالي هنايا. اها. هذيك كنقول غادي المهم غادي تكون بحال هاد اللصقه هادي، نحاول نلصقها شويه في عند الناس اللي كنعرفو كدا وهادي باش تبارطاجا شويه. واش الدومين صعيب شويه باش تشد السوق، تيخصك شويه ديال تقاتل فيه كيف كيقول. واخا شنو كتقول للقنيطريين اللي كيشاهدوك الان؟ اش كنقول لهم؟ نعم. مرحبا بكم. مرحبا بكم، اي حاجه مرحبا. و ها نتوما ها النمره ديالي. شحال عمرك بعد؟ 27 عام. 27 ها هي النمره ديالي، اي حاجه مرحبا في اي وقت في اي بلاصه. والساعه اللي كتخدم فيها ولا هذه؟ الساعه عندك الصباح حتى المهم انا خدام حتى شويه دابا حاليا. ما كاينش مشكل يعني؟ لا ما عنديش مشكل. نعم. المهم هذه كبدايه وصافي. هذه كبدايه. هذه كبدايه. ان شاء الله نشوفكم في الحلقه الجايه، نشوف واش كاين شي تطور ولا. اكيد طبعا ضروري. ان شاء الله من حاله من حاله. مرحبا. طبعا دابا جوج سيمانات. نعم. ها انت الا بغيتي تدخل عندي الانستغرام ديالي لا ليفغيزون ادو انستغرام لا ليفغيزون ادو ميسير يلاه بدات. المهم شويه البارطاج وكذا طلع شويه. الله يسخر. نعم. شنو بغيتي تقول اخويا؟ شنو الحلم ديالك دابا؟ الحلم ديالي هو ندير واحد الشركه فيها بزاف ديال ليفريزون، ما كرهتش نوصل حتى للطوموبيلات، تكون ليفريزونيت كبيره فحال شكل ديال امانه. بدون ديك الاسماء، مثل الشركات الكبار. الشركات الكبار. نعم. عندك انت معروف، انت عندك واحد الاسم في السوق المغربي. ياك. اييه. ما كرهناش. الانسان كيبدا بدرجه درجه وياك. هذاك الشيء اللي كاين شويه درجه درجه حتى كتوصل. اكيد. درجه درجه كتوصل. ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله. وشكرا لك استاذ كريم. اذا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب دائما معكم عبر المباشر من قناتكم قناه شوف تيفي. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا هذا الشاب اللي كيبلغ العمر ديالو 27 سنه، اللي تبارك الله عليه انه من بعد كيف ما قال ما خدمت مجموعه ديال العمل ياك، مجموعه ديال المحالات، مجموعه ديال الحويجات. خدمتي سونتر دابيل كيف ما قلتي، خدمتي في لا ليفريزون، خدمتي خدمت سونتر دابيل في لا ليفريزون، خدمت بزاف الحوايج. كان عندي انا محل بحكم الظروف وكورونا وراك عارف. نعم. المهم طحنا شويه دابا تنحاولوا نتعاونوا معنا الناس وكذا وهذه ونطلعوا شويه. تا
هذا هو اللي كاين. اذا كيف ما كتلاحظوا كيف ما كيقول الناس السلام الكريم كيقول لكم ها انتم الحمد لله، ولكن استطعت انني نجمع شويه فليساس من بعد شريت هذا الموتور اللي كتشوفوا فيه، شريت هذه السنريقه من بعد انني هاي الكاس كيف ما كتلاحظوا. وكيقول عندك شي اضافه؟ مرحبا مرحبا. الشباب ما غير ما يريحش، حاول يتحرك، حاول يدير شي حاجه مزيانه، حقاش تبقى جالس ولا ما تحركش الشركات، تمشي تخدم في شركه، اللهم دير شي حاجه اللي قديتي ديرها لراسك، تحاول تخدم كاع وديرها لراسك. انت كتشوف هذه حاجه بسيطه. نعم. بسيطه ما حد مزيان، حيت كيشوف مجموعه ديال الشباب كيقول كيقلب يقلب كيقول لك انا ما لقيتش خدمه، انا ما هذه انا ما هذه من صحيح. كيكونوا ما لقيش خدمه. علاش؟ خدمه راه كاينه، غير هو ديك الخدمه اللي بغا هو ما كايناش، هاد صعيبه. ما لقيتش فعلا، ما لقيتش فيها السيفيات وما لقيتش. لا ما كايناش، انا متاكد ما كايناش شي حاجه تدفع فيها السيفيات، ما عدا الا شي حاجه انت بغيتيها انت. واسمح لي على هاد الهضره. بيان سور. حقاش كاين كيدفع السيفيات، ولكن ديك الشركه اللي بغاها هو راه ما يمكنش يخدم فيها، هو خصو هو يدفع شي حاجه ما باغيهاش غيخدم فيها. وهذا النظريه ديالي. المهم ما علينا، شي حاول اي واحد يدير شي حاجه لراسو يتحرك، وهذا الشيء اللي كاين. وسمحوا لي بزاف ومرحبا بكم. مرحبا، شكرا لك مره اخرى عبد الكريم. اذا دائما معكم عبر المباشر المتابعين الافاضل كيف ما كتابعوا معنا. هذا شاب كيبلغ العمر ديالو 27 سنه، عبد الكريم، اللي كيقول لكم مرحبا بكم في هذا المشروع ديالي اللي درتو جديد. عنده اسبوعين ياك اليوم، اسبوعين عندك؟ اسبوع جوج سيمانات اسبوعين. فكيقول اللي بغى يتواصل معايا مرحبا به في الانستغرام، في لايف ريزون ا دوميسيل، وكذلك في الرقم ديالو اللي كاين هنايا اللي كتشاهدوا. فكيقول مرحبا بكم، انا شاب، انا اخوكم، ساعدوني مرحبا. والناس ديال الكونيتر اللي بغى يتصل بيا او يتواصل معايا مرحبا. اذا متابعين عفوا، ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحافظين. نتلاقاو بث اخر ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء، دمتم في رعايه الله. نتمنى انكم تكونوا استفدتم من هذا اللايف. شكرا لكم.